أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية. الحقيقة الموهبة لما بتظهر كده عندنا من وإحنا في سن مبكر بتكون نعمة كبيرة من ربنا سبحانه وتعالى، ولما بتكون الموهبة دي مرتبطة بالقرآن الكريم بتكون بقى الفرحة الكبرى. ده اللي حصل مع ضيف فقرتنا حسين المصري ابن قرية كفر شحاتة بمركز تلة بمحافظة المنوفية. هو منشد وقارئ للقرآن وكمان أصغر مؤذن. هنسمع منه قصته ونستمع كمان لآيات من القرآن الكريم وابتهالات متعلقة بالشهر الكريم. ولكن طبعا برحب بحسين في البداية. ازيك يا حسين؟ سلام. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. كله تمام؟ تمام. انت عندك كام سنة؟ عندي 13. ما شاء الله. وفي سنة كام؟ اولى اعدادي. اولى اعدادي. شاطرين في الدراسة زي ما احنا اكيد شاطرين في في الانشاد وقراءة القرآن وانك بتؤذن والكلام ده كله. انت بالك قد ايه بقى بتقرا قرآن وبتأذن وبتنشد؟ وانا من عندي 6 سنين كده. يا 6 سنين ده بدري قوي. ما انا كنت يعني بمرن في نفسي برضو. 6 سنين ده يعني حاجه يعني صغنطوط. انا في اولى. اولى ابتدائي. مين بقى اللي اكتشف عندك الموهبه؟ بابا، ولما اكتشفها بقى يساعدني وكده يعني. انتوا عندكم حد في البيت بينشد او قارئ للقران؟ ماما. ولا بتعلم. انت بس؟ ماما تعلم. مامتك. طيب ايه رايك نبدا كده نعرف الناس بصوتك ونسمعهم حاجه؟ حاضر. نبدا قراءه قران. ماشي يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كتب على الذين من قبلكم
صدق الله العظيم.